وقت عنده بعد 20 يوم. لا ما يخالف، هم وعدوا يوم السبت، يعني الكل تحضر انه السبت. لا ما تصير، ما تصير، ما تصير بهذه السرعه. ها. يعني هو ست هيفاء هسه، نعم. هو اني المعلومات اللي عندي، نعم. هو رجل لو عليه هو محضر كابينته من زمان، نعم. لكن هو اصطدم، هو كان يتوقع انه نعم. الكتل السياسيه راح تقول له انت اختار، نعم. وانت شكل حكومه مثل ما تريد، نعم. أو على الأقل الإطار التنسيقي اللي هو يعني حقيقة أنا مدى أفهم شنو موقفه، أنه أنت جايب رئيس وزراء مكلفه وأنت تريد تفرض عليه وزراء ما تترك لحرية الاختيار، لأن هذا رئيس الوزراء هو أساسا هو يمثلك كإطار تنسيقي، صحيح. فالمفروض تنطيه حرية، حرية أكثر من أنه تنطيه أربع أسماء أو خمس أسماء، لا أطلق لي الإيد، روح تختار أنت، جيب الناس الكفوة، لأن الفشل راح ينحسب على الإطار، صحيح. مو بس النجاح، الفشل، فشل حكومة السوداني راح يقولون الإطار اللي فشل، مو بس السوداني، صحيح. لذلك أنا لازم أطلق إيده، لازم أدعمه للنجاح، صح. أما أجي أكبله وأريده ينجح على مدى أن أتفاخر بنجاحه، نعم. حقيقة هذا مو شغل سياسي، لكن أقول هو الرجل كان يتأمل أنه أكو فسحة من الحرية، نعم. عنده ما لقاها، ما لقاها، لقاها بالفرض، يعني لقى فرض، فرض وزارات، فرض أسماء، فرض شخصيات، لقى أنه لازم يتعامل مع كل الكتل، نعم. كل الكتل حتى الصغيرة، نعم. لكن حتى الصغيرة. نقطة مهمة جدا، يعني تحدث السيد عدنان السراج نقاط مهمة جدا، قال لك يعني توزيع الحكومة أكو نقاط، لكل كتلة عندها نقاط، وهذه النقاط هذا بحالة استرخاء، استحقاق، هذا يعني بحالة استرخاء، بحالة أن نعم. البلد حلو أموره ماشية، مو على شفا حفرة من النار، نعم. ويدور لي نقاط، ويدور لي نقاط، ويدور لي هاي الكتلة إلى هالقد، وهاي الكتلة إلى هالقد، وتعالوا أنتم كلكم بعدين، حتى يقال بالأخير أنه الكل شركاء بالفشل، نعم. شوفي شوفي، ما هذا التأسيس للفشل، نعم. أنا أجي وأدخل موضوع النقاط، وأدخل التوافقية هي المحاصصة، نعم. نفسها اللي نعم. يجملوها، نعم. فقط على مود بالأخير أقول ترى باعوا الكل مشترك بهذا الفشل، نعم. ماكو شيء اسمه نجاح، مو بالهم ليه سماها حكومة ائتلافية؟ هي ائتلافية، العديشن هي الائتلافية، هي يعني مو توافقية، يعني هاي الائتلافية ترضي الجميع، هي ائتلافية، هو راح دق حتى الكتل الصغيرة اللي عندها مقعد، يعني ثلاثة راح دق الباب عليهم قال لهم الله يسعدكم تعالوا، لكن ما حد يريد يدعمه، الكل يبحث عن مصلحته، وأولهم الإطار التنسيقي، نعم. ما حد يريد يدعم هذه الحكومة، الكل يريد حقائب وزارية ويريد يكون، نعم. شريك، يقول لك نقاط، حقنا، استحقاقنا، نقاط وحقنا، أما نجاح الحكومة وتغيير حال المواطن والخدمات، السير خدمات شنو؟ هو ترى أي واحد هسه يقدر يبلط الشوارع ويسوي ويصلح، الموضوع طبيعي، كوادر عندنا والأمانات والبلديات تشتغل، ما عندنا أي مشكلة، لكن أكو أكثر من ملف ست هيفاء، أكو ملف الجفاف، هذا اللي هو حكي عنه، موضوع المياه ويا إيران ويا تركيا، هذا باكر عقبه إذا احتاج البرلمان يوقف وياه ويسانده، البرلمان العراقي هم راح يقولوا له تعال احنا عندنا نقاط، ما عندنا نقاط، له راح يقولوا له سد على ذولا وسد على ذولا، لا تندق بربعنا، مو هذه همنا، هاي ملفات نريد نفتهمها، هو الرجل اساسا، نعم. يعني حقيقه يعني راح يصطدم بكثير من الامور، بكثير من الامور، والشارع مراقب جدا جدا، مراقب الشارع، مظاهرات يوم 25 الشارع صار عنده احباط، هسه مظاهرات يوم 25 يعني على شنو؟ يعني هذه مجرد استذكار، يعني الشباب اي ما عدوا. سيد عدنان، يعني راح يصطدم السيد محمد الشيع السوداني بالعرف السياسي اللي دمر هذا البلد، ايضا بكتل كبيره تحت قبه البرلمان، غطي لي وغطي لك حتى نمشي لك ونصوت يعني لك يعني على يعني احنا وين عايشين بعض القوانين، يعني هاي رئيسه وزراء بريطانيا ما طولت يومين ثلاثه وواجهت صعوبه بداخل مجلس النواب واستقالت، وين المشكله يعني؟ والمشكله بالقوى يعني السياسيه، اكو سيناريو استقاله رئيس وزراء السودان، رئيس وزراء السويد يوم 24 ساعه بوقت، اكو سيناريو استقاله السودان، مشكله الان بهالفتره، احنا ليش رجما بالغيب، ليش الان نشكك ونوضع المضبات امام حكومه اصلا اصلا هي ما شكلت، شابندر يوجه ضغوطات، لان هو يرى بان السودان يتعرض الى ضغوطات، فهو يوجه ضغوطات الى القوى السياسيه، فالعنوان، وانا اعرف اسلوب السيد عزة شابندر، نعم. واضح جدا، كما احنا واضحين انه نريد نضغط على القوى السياسيه، لما احنا مصدرنا بيان نضغط بها على القوى السياسيه كمجموعه اعلاميه بال14، سكنا نعم. ايضا طلبنا من القوى السياسيه ان تترك للسيد السوداني حريه الاختيار والكفاءه، ويكون عدم الاختلاف في مساله الوزارات، هذه قضية أخرى، لكن احنا اليوم رئيس وزراء بعده في حالة تشكيل حكومة،
هسه اذا شكلها ذاك الوقت نحكي ونسمع من الافراد ومن الاسماء. نعم. اذا ما شكلها مثل ما قال جوز ينسحب ويعتذر، وهي بعيده جدا كلش بعيده عن السيد السوداني يعتذر. نعم. لانه هو كل مقومات نجاح تشكيله الحكومه عنده مؤمن بها، هو شخصيا مؤمن راح يوصل نتيجته حسب ما يراه هو. نعم. هسه احنا قد نطرح هاي المشاكل، وهي مشاكل حقيقيه مو مشاكل بعيده، وكل صحيح. رئيس وزراء يواجهها وراح يواجهها بداخل الحكومه وراح يواجهها بداخل مجلس النواب، وهي عاديه وما ندري التغيرات ايش راح يصير. اليوم ائتلاف اداره الدوله ائتلاف هش مو ائتلاف قوي. نعم. مو ائتلاف يعني يجي ائتلاف لاسباب محدوده. نعم. هل سيستمر في تحالفه لدعم الحكومه الى ما لا نهايه؟ هنا أنا هم محل اشكال. التقاطعات الموجوده هاي الوثيقه اللي وقعوها راح يظلون متمسكين بها. نعم. مثلا طرحنا قضيه الحشد، قضيه المساله والعداله، قضيه النفط والغاز، قضيه البشمركه وعوده المدنيين الاحزاب الى استاذ عدنان. نشير الى نقاط يعني سابقه خطأت بها الكتل. نعم. السياسيه حتى لا نوقع بنفس الاخطاء. صحيح كلام. بما فيها اخطاء اللي وقع بها ائتلاف تقاسم السلطه، شو اسمه؟ ائتلاف اداره الدوله. ائتلاف اداره الدوله. نعم. نفس الشيء، ائتلاف تقاسم السلطه، ائتلاف. نعم. تحاصص المناصب. نعم. نفس الشيء. هذه اخطاء لازم نتعلم منها ولازم نستفيد منها حتى لا نرجع نوقع بها مره ثانيه. نعم. لذلك احنا من دا نحكي دا نحذر للرجل. اكيد اكيد. احنا اول تالي نريد حكومه مستقره. بس انت تحذر الرجل والرجل ما عنده يعني قوه. ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ يعني تطلع ايده. لا لا لا، ما عنده قوة تطلق ايده يعني مثلا. لا لا، السوداني انا يعني المفروض تطلق ايده وتخليه يختار الوزراء الاريحيه بالتحديد الائتلاف والاطار التنسيقي. الاطار التنسيقي صار على السيد محمد الشيع السوداني، وراهن الكثير على السيد محمد الشيع السوداني. من نجي على الوزارات نريد نقاط هنا ونقاط هنا، خلوا الرجال يشتغل وينتهي الموضوع. اول شيء دكتور عدنان خلي اتحدث لك نقطه مهمه جدا، عندك 12 وزاره، يقدر السيد محمد الشيع السوداني بال 12 وزاره اللي عندك يضيف عليها وزارتين، يذهب الى مجلس النواب ويقدم الكابينه الحكوميه. فلهذا انا اعول على الاطار التنسيقي انه يتفقون بيناتهم وينطون 12 وزاره مع وزارتين ثانيه. يقدم السيد محمد الشيع السوداني 14 وزارة، هذا اللي كنت أتحدث به. فأقول له خليك بالإطار التنسيقي حتى نمضي في تشكيل الحكومة ويمضي في التصويت. احنا اذا تتوازنين عملية سياسية بيها سنة وشيعة وكرد، فارجوك لا دائما تحصرين القضية، لانه القضية بعد 12 واحد انتم الأكثرية. 12 عادل أربعة، لانه طبعا 12 عادون أربعة وعادون خمسة من السنة. ليش؟ لانه الوضع العراقي وضع مقوناتي. نعم. لان الوضع من كان ائتلاف دولة القانون، ائتلاف إدارة يسموه التحالف الوطني، مو كان 100 كان 189